السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساءكم سعيد إخواني أخواتي. كيف ما وعدتكم، اليوم غادي نتكلموا ونطرقوا لواحد الموضوع اللي هو مهم بالنسبة لجميع المهاجرين، وهو الالتحاق العائلي. الالتحاق العائلي بالنسبة للمهاجرين المقيمين بإيطاليا، شكون اللي عنده الحق في تقديم طلب الالتحاق العائلي، ومن هم أفراد العائلة اللي يمكن المهاجر يجيبهم من الوطن ديالو والبلاد ديالو الأصلي، وكذلك شنو هي الشروط القانونية اللي كطلبها، يعني اللي خاص المهاجر يوفرها باش يحظى بهذا الالتحاق العائلي. أول حاجة، أي مهاجر حاصل على عقد إقامة لمدة لا تقل عن سنة، يعني البيرميسو دي سوجورنو، يعني نشرحه بالدارجة باش يولي سهل على الناس أنهم يستافدوا. البيرميسو دي سوجورنو اللي هو شهادة الإقامة، خاص تكون مدة الصلاحية ديالها ما تكونش أقل من سنة. ماشي معنى هذا أنه يكون مثلا عنده يعني فيها صلاحية ديال عام أو عامين وبقات له غير شهرين أو 3 شهور ويقول لا أنا ما غاديش نمشي ندير الالتحاق العائلي، لأن البرميسو ديالي بقى لي فيه غير شهرين أو شهر أو 3 شهور. لا، واخا يكون البرميسو يعني تسالى ودفع تجديد ديال شهادة الإقامة وعنده في يدو غير التوصيل، ولكن عارف يعني أنه دافع من أجل العمل وعنده الحق في شهادة الإقامة ديال عام سنة أو سنتين، أو دافع لا كارت دي سوجورن يعني شهادة الإقامة يعني طويلة المدى، فهو عنده الحق باش يعمل طلب التحاق العائلي. وعادة اللي عندهم الحق في طلب الالتحاق العائلي هما دوك اللي عندهم كاملين شهادة الإقامة من أجل العمل، لابورو سوبورديناتو، شهادة الإقامة من أجل العمل المستقل، يعني عنده شركة ولا عنده حانوت، المهم أنه هو باترون ديال نفسه، وشهادة الإقامة من أجل العائلة، وشهادة الإقامة اللي عنده البيرميسو الكارتا دي سوجورنو يعني ديال ديما، وشهادة الإقامة من أجل الدراسة بير ستوديو، وشهادة الإقامة من أجل اللجوء السياسي أو اللجوء الإنساني. يعني هادون كاملين تياخدوا شهادة الإقامة من سنة فما فوق. إذن اللي عنده شهادة الإقامة اللي من سنة إلى ما فوق، فراه عنده الحق باش يقدم طلب ديال الالتحاق العائلي للأسرة ديالو. غادي نشوفو دابا شنو هي الأشياء أو الشروط القانونية اللي خاص يوفرها المهاجر باش يحصل على نولا وسطى، اللي هي عدم المانع، نولا وسطى باش يمكن له يجيب يعني الأسرة ديالو أو عائلته. وشكون هما أفراد نتاع الأسرة اللي من حقهم باش يلتحقوا بالمهاجر اللي كيسكن وكيخدم بإيطاليا؟ غادي نبداو أولا المهاجر اللي في إيطاليا، شكون اللي يمكن له يجيب؟ أول حاجة كيمكن له يجيب الزوجة، أو كانت مرا يمكن لها تجيب الزوج اللي مازال على دمته، يعني ما كيناش ما كينش طلاق
وما كايناش سيباراسيون، لان في ايطاليا ما عندهمش هما غير الطلاق كي بحالنا حنا في المغرب ديريكتومون، فاش كيتدابزوا ولا كيتفارقوا كيتطلقوا. هنا كاين واحد الفتره تيتفارقوا فيها كتراوح من عام حتى ل3 سنين، فاش كيفكروا مع راسياتهم واش يكملوا مع بعضياتهم ولا يكون طلاق نهائي. هي دي لا سيباراسيون. بالنسبه لحنا في المغرب تيتطلقوا يعني ديريكت، اذا ما يكونش سيباراسيون ما بين الزوجين وما يكونش طلاق، طلاق تام. فالمهاجر من حقه باش يجيب الزوجة ديالو، أو المهاجرة يمكن لها تجيب الزوج ديالو، كذلك من حقه باش يجيب الأطفال ديالو. الأطفال اللي مازالين قاصرين يعني ما عندهمش 18 سنة، يمكن لهم يلتحقوا بالأب أو بالأم ديالهم بإيطاليا. الأبناء اللي عندهم أكثر من 18 سنة، وفقط اللي عندهم شي إنفاليديتا، يعني عندهم ليستر، يعني معوقين صحيا، ميمكن لهمش يخدموا وميمكن لهمش يتكلفوا بنفسهم. إذا الأبناء اللي في حالة صحية عندهم إعاقة مستديمة، الوالدين ديالهم يمكن لهم يعملوا لهم الالتحاق العائلي، واخا يكونوا معديين سن الرشد اللي هو 18 سنة. من حق المهاجر يجيب الأب والأم ديالو، يعني الوالدين. هادي شحال كانت حتى 2008 ما كانش حتى شي شرط باش يمكن له يجيب الوالدين ديالو، ولكن دخل قانون جديد وحصروا يعني الالتحاق العائلي بالنسبة للآباء الأبناء ديالهم، وقنوه بشروط، وعملوا بأن يمكن المهاجر أو المهاجرة يعمل التحاق عائلي للوالد الوالدين ديالو، فقط إذا كانوا داك الوالدين ما عندهمش أولاد وحدين أخرين في البلد الأصل مثلا، ولا كان المهاجر مغربي ما عندهم حتى شي أخ أو أخت اللي يمكن لهم يجلسوا معاه. فهادو اللي عندهم مثلا ولدهم الوحيد أو بنتهم الوحيدة كاينة في إيطاليا، إذن يمكن له يعمل لهم التحاق عائلي ويجيو عنده. وفي حالة ما إذا كانوا عندهم الأولاد، خاص داك الاباء ديالهم يكونوا معدين 65 سنه، ويكونوا داك خوتهم عندهم اعاقه صحيه يعني جسمانيه، ميمكن لهمش انهم يهتموا وميمكن لهمش يعني يقضيو الحاجيات نتاع الاباء ديالهم، الا في هاد الحالات اللي يمكن لهم يجيب باه. اذا اللي يمكن له يجي هما الزوج او الزوجه، الاطفال اللي قل من 18 سنه واللي كتر من 18 سنه خاص تكون عندهم اعاقه عادي يمكن لهم يجيو، والاباء. الاباء الى ما كان اول حاجه ما يكونش عنده حتى شي اخ او اخت في البلاد الاصلي، او ان يكون عندهم كتر من 65 سنه، وخوتهم اللي في البلاد الاصلي ما يمكن لهمش يتكفلوا بهم لان عندهم اعاقه. تقريبا يعني بالنسبه للاباء تقريبا ولا تقريبا مستحيل، لان احنا عندنا الناس تبارك الله تيولدوا وليدات كثار، وكيكونوا عندهم يعني في المغرب كيكونوا عندهم خوتهم وداكشي، فالالتحاق العائلي بالنسبه للاباء ولا شويه صعيب بالنسبه لايطاليا. تيبقاو الاطفال وتيبقاو الزوج او الزوجه. اذا دابا غادي نمشيو نشوفوا احنا قلنا شكون هما الناس كي دايرين شواهد الإقامة ديالهم باش يمكن لهم يكون عندهم الحق في الالتحاق العائلي، وشكون اللي عنده الحق باش يلتحق بولاده أو يعني الولاد والمرا والآباء إلا في حالات معينة. بالنسبة للأطفال، الأطفال يمكن لهم يلتحقوا بالأب ولو ما يكونش هذاك باهم، يعني مثلا واحد تزوج بواحد السيدة اللي عندها وليدات أو عندها وليد أو بنيته، فيمكن له يعمل له التحاق العائلي ليه ولداك الوليد، بشرط ان الاب ديالو الاصلي يعطيه يعني يعطيه الموافقه.
كذلك الولاد اللي هما هم مبنيهم يعني مربيهم ماشي ولاده، اما متكفل عنده الكفالة ديال دوك الوليدات او انه متبنيهم، فيمكن له يعمل لهم الالتحاق العائلي بشرط انهم ما يكونش عندهم 18 سنة. اذا غادي نشوفوا شحال شنو هي بعض الشروط باش يمكن له يعمل الالتحاق العائلي. وقلنا بان اول شرط هو يكون عنده رخصة الإقامة اللي فيها المدة ديالها مدة الصلاحية أكثر من عام، ولو أن يكون مازال فيها غير شهر أو شهرين، أو مسيالية ودافع الدوموند نتاع التجديد ديال شهادة الإقامة، ولكن تكون الصلاحية ديالها فيها من عام الفوق. أول شرط باش يمكن المهاجر يعمل الالتحاق العائلي هو الشرط نتاع الغيديتو، واللي هو الدخل الشهري. شحال تيربح داك السيد؟ واش يمكن له يتكفل بالعائله ديالو، يقض بيها في اكلها في شربها في يعني في المسكن ديالها في كل شيء. القانون تيحدد باش يمكن المهاجر يجيب فرد واحد، مثلا مهاجر تزوج غادي في بلاده غيجيب الزوجه ديالو، يعني جوجهم بالغين. المهاجر يجيب فرد واحد خاص يكون تيربح في العام 8737 أورو، 8737 أورو باش يمكن له يجيب فرد، يعني مهاجر يجيب من الزوجة ديالو، أو مهاجرة تجيب الزوجة ديالها، أو مهاجرة مثلا طلقة ولا شي حاجة وعندها وليد، هذا خاص باش تجيبو خاص تكون عندها 8737 أورو. بحال ما اذا مهاجر بغى يجيب جوج ديال الناس، فاش يجي بغى يجيب جوج ديال الناس خاصو 11650، يعني هو واحد غنجيب واحد خاصني 8737، غادي نجيب جوج خاصني 11000 نربح 11650، غنجيب ثلاثة ديال الناس، يعني هادو كلهم اللي نهضرت نهضروا على البالغين، ثلاثة ديال الناس بالغين خاصني 14562 أورو، 15 ثلاثة ديال الناس خاصني 14562 أورو، نقولوا 14 مليون سنتيم مغربية في العام. بغيت نجيب أربعة ديال الناس خاصني 17475 أورو، بغيت نجيب خمسة ديال الناس 20387 أورو، ولا بغيت ستة ديال الناس 23300 أورو. بالنسبة للأطفال اللي هما قل من 14 سنة ما كنعملو لهمش هاد الحساب. مثلا راجل عنده الزوجة ديالو باش يجيب مرتو خصو 8737، غادي يجيب الولد، بالنسبة للولاد سواء اللي قل من 14 ما كيتبدلش، سواء من واحد او جوج او ثلاثة تيبقاو دائما عنده جوج الولاد قل من 14 تتولي 11650، سواء كان الولد واحد ولد واحد او جوج او ثلاثة. بحالة ما اذا كان واحد ادولت مثلا غادي يجيب المرأة ومعها جوج ديال الولاد، اذا باش نجيب غير المرأة بوحدها خصني 8000 اورو، 8737 اورو، غنزيد عليها ولد غنزيد عليها غير 2000 اورو تولي لي 11650 الا مرأة وولد. بحالة ما اذا عندي جوج الاولاد قل من 14 غتبقى دائما 11650، ثلاثه د الوليدات قل من 14 كتبقى دائما 11650، لكن قل من 14. في حالة ما إذا كانوا أكثر من 14 سنة كيوليوك بحال لي أدلت، عندي مرأة مثلا وليد قل من 14 وولد عنده 16 سنة، غادي تجيني 14562، لأن عندي جوج لي أدلت وعندي ولد ديال 14 سنة. الولد ديال 14 ديال سنة ما تنهضروش عليه، كنخليوه غير ادلت.
إذن الدخل السنوي مهم بالنسبة للالتحاق العائلي، فكل ولد قل من 14 سنة كنحسبوا له فقط ماشي 5000 أورو كما كنحسبوا للكبير، كنحسبوا له غير 2912، يعني النص نتاع اللي هو بالغ. بالنسبة لهاد الطابلو نتاع الدخل، غادي ننشر الطابلو نتاع الدخل كله مفصل بالأرقام وشحال ديال من واحد من عائلة، سواء الأطفال أو سواء البالغين أو سواء الصغار، باش الإنسان يعني قبل ما يمشي ويطلب يدير يعني لا دوموند وداكشي يكون عارف شحال خاصو نتاع الدخل، يعني باش يجيب وليداتو ولا يجيب لا فامي ديالو. بالنسبة اللي عنده البرميسو يعني اللجوء السياسي أو اللجوء الإنساني، ما كيطلبولوش غير ليتر، ما كيطلبولوش الدخل، يعني هادوك معفيين من الدخل لأنهم ما تيخدموش، لأن عندهم الدولة اللي مكلفة بيهم، فلهذا عندهم الحق. كاينة واحد الحالة نتاع الالتحاق العائلي، هو الالتحاق العائلي ديال يعني ديال الطفل، فاش الآباء عندهم وليد مازال ما وصل لسن الرشد، عنده 16 او 14، ودخل بلجوء سياسي او بلجوء انسان يعني هارب من الحرب او شي حاجه بحال هكا، هذاك الطفل توا يمكن له يدير التحاق العائلي ويجي والديه لعندو، لكانت حياته مهدده، يعني مهدده الحياه ديالو في البلاد ديالو الاصليه بالحرب او بالمرض او بالفقر او باي حاجه، كيمكن له يدفع ويدير الالتحاق العائلي للوالدين ديالو ولخوتو ويلتحقوا به وبلا دخل، بلا دخل، لان داك الوليد كيكون عنده تيقول لهم مينورين اكومبانياتي، يعني اطفال يعني بدون مرافق، وكتكون عندهم في البلاد ديالهم واحد الحاله ديال الحرب ولا حاله يعني استثنائيه اللي ميمكنش هو يرجع عند الاحباب ديالو، وتي هما والاحباب ديالو كيكونوا عايشين في خطر، وهو يعني بفضل يعني القانون والدوله كتعاونوا انه يجيب لا فامي ديالو. هذه حالات نادره اللي كتكون فيها الاطفال كيستدعيو الاباء ديالهم. اذا حنا هضرنا على غيديتو، كاينه مساله اخرى اللي هي ماشي الدخل ولكن هي مهمه، وهي السكن. فالسكن خاصو يفي بشروط نتاع الديف، الشروط نتاع الشمس كتدخل له، نتاع واسع كيخرج يعني كبحال الشرطي، حنا عندنا المقدم هما عندهم الفيجيلي، كيخرج وكيشوف هذيك الدار داك السكن اللي غادي تجي ليه ديك لافامي، واش كيقد لذاك العدد ديال الناس اللي غادي يجيو، واش فيه الشروط الصحيه اللازمه باش يمكن الاسره تعيش فيه، وشكون اللي كيعطيك ديك الشهاده، تيقولها ايدونيتا لوجاتيفا، يعني ايدونيو ايدونيتا لوجاتيفا، كتعطيها لك تتعطي لك البلديه، فالبلديه اللي موجود فيها داك السكن، تيخرج واحد مسؤول من البلديه وكيعاين المكان وكيشوف بالامطار شحال كل واحد شحال يمكن له، كيعطيك واحد الشهاده كيقول لك هنا كيمكن له يقد ثلاثه د الناس، انت باغي تجيب اربعه، اذا ما يمكنلكش تجيبهم، خاصك تشوف السكن اللي خاصك فيه اربعه ديال الناس، او هاد البلاصه قاده ليك غير انت بوحدك، ما يمكنلك تزيد حتى شي واحد، او هاد البلاصه مثلا ما فيها شي سخونيه، ما يمكنلكش تجيب اطفال اللي عندهم قل من 14 سنه وما عندكش السخونيه. اذا كاين الدخل السنوي، واللي انت كيفاش كتمشي بدير الطلب، كدي معاك شواهد، فوقاش عندك العقده ديال العمل باش كتخلص يعني المستحقات الضريبيه، التقاعد ديالك، شهاده من عند رب العمل الا كنتي خدام مع شي واحد، الا كنتي خدام مع نفسك كتمشي تجيب لابارتي تايبه يعني الطبيه، كتمشي تجيب المدخول ديالك السنوي من عند الكوميرشاليست يعني المحاسب، كيطبع لك عليه شحال دخل هاد السيد، ومن عند المصلحه الضريبيه كشحال خلص نتاع الضرائب، وكيشوفوا واش داك الدخل اللي دخلتي قاد لذاك العدد الناس اللي غتجيب، وكتجيب شهاده نتاع ديال الدار، وكدي فوتوكوبي ديال البيرميسو ديالك، وفوتوكوبي شهاده الاقامه، فوتوكوبي ديال الباسبور، وكتمشي كتدفع بطريقه تيليماتيكيه يعني عبر الانترنت المحافظه، ومن بعد المحافظه كتعطيك رونديفو، وداك الرونديفو كدير الوثائق ديالك كاملين المطلوبه،
وديك الوثائق، وكتسنى عندك الحق باش يردوا عليك وتاخد نولة وسطى، يعني عدم الامتناع في ظرف 90 يوم. ميمكنش المحافظة دوز 90 يوم على النهار اللي حطيت الورق ديالك وما تعطيكش الجواب، ولهذا يمكنك انك تتبعهم حتى قضائيا، ولكن من النهار اللي ماشي من النهار اللي صيفطتي بطريقة الانترنت، من النهار اللي عطاتك الرونديفو المحافظة واستقبلتك وحطيتي عندهم الوثائق. اذا تنظن بان بالنسبة للالتحاق العائلي احنا كملناه، هذه هي الطريقة وهذو هما الناس اللي يمكن لهم يستافدوا، وهذه هي الشروط. من طبيعة الحال فاش كتكون نولة أسطى ديك الحباب ديالك عندهم وثائق تيوجدوهم تا هما مثلا في المغرب اللي خصهم يقدموا من السفارة أو القنصلية فين ساكنين. أول حاجة هي شهادة القرابة، فالزوجة كتقدم يعني الكاريت نتاع الزوجية، وتتقدم شواهد الازدياد، عقود الازدياد اللي كيتبتوا بان دوك وليداتك ولا هذيك باك ولا هذاك امك، يعني خاصك تبين شهاده القرابه دوك الناس اللي انت صيفطتي لهم من لا وسط، كيقدموا هما ديك الوثائق وكيقدموا لي باسبور ديالهم باش يمكن لهم ياخذوا نولا وسط، ياخذوا الفيزا ويدخلوا وياخذوا من بعد كيجيو للكوميساريه وكيطلبوا يعني شهاده الاقامه. اللي عنده شي سؤال ولا بقات شي حاجه، لا هذا واش ممكن الخالة دير لك التحاق عائلي؟ لا، الخالة ما يمكنش دير لك التحاق عائلي. هذه شحال انا كنظن تقصد ان الخالة عندها الجنسية، واش يمكن لها تعطيك البيرميس دي سوجورنو لانك انت ولد اختها؟ او ما يمكنش، خاص تكون بيناتكم هذه قرابة يعني سيكوندو غرادو، يعني في الغراد الثاني الدرجة الثانية، خاص تكون بيناتكم قرابة في الدرجة الأولى، يعني ولدك باك الزوجة ديالك. سي النجاشي، شفت شنو كتبتي؟ اسمح لي رشيد. كل شي كي غش في الماتش ديال جيفنتوس، خلي تل المورا الماتش. ما كاين حتى شي مشكل بصحتهم يتفرجوا في الماتش نتاع جيفنتوس، ولكن الفيديو هو غادي ننشروه فوق، ما بغاو يرجعوا لي هاد المعلومات غادي تبقى. نتمنى انها تفيدكم، ماشي مشكل، نتمنى انها تفيدكم، وفوق ما بغيتوا ترجعوا الفيديو مرحبا، ماشي مشكل. اللي عنده شي يعني شي سؤال مرحبا به، خاصة في الالتحاق العائلي. ربي يخليك اختي ويحفظك انت السي رشيد، شكرا لي خطيك. اللي عنده شي سؤال مرحبا. انا كنشوف بانه كانوا شي اسئله ما رديتش عليهم، بارك الله فيك. عندي البصمات، شنو هما الوثائق المطلوبه؟ لكن عندك البصمات اخاي، خاصك اولا تدي معاك الباسبور، هذا اكيد، لان المهاجر الوثيقه دياله الاولى والاخيره هي الباسبور، وخاصك تدي معاك لا ريتشيفوتا ديال البوسطه، داكشي اللي عطاك في البوسطه داك التوصيل باش انك دفعتي، خاصك تدي معاك النهار ديال البصمات، لازم تدي معاك التوصيل ولازم تدي معاك الباسبور. انا فاش كنت كندوي شفت بعض الاسئله ولكن ما رديتش عليها، لان كان خاصني لازم داك يعني 10 ديال الدقائق باش الانسان يشرح الموضوع اللي كيتكلم عليه، ودائما تنخصص ديك يعني في التالي من بعد الشرح كنخصص شي حاجه ديال التعاليق والاسئله باش ما كانوش الناس فهموا شي حاجه. نجاشي عبد المالك، الكونترا لا ممكن ما ديش الكونترا، لانك فاش دفعتي يعني لابوستا ديالك، فاش دفعتيها في البوستة صافي راك درتي فيها الكونترا ودرتي فيها المسائل كامله. دابا الا كان عندك البصمات كدي فقط الباسبور وكدي فقط لا ريتشيفوتا، ولكن الا كنتي ما عاملش الكونترا داخل البوسطه ديك لابوسطه داك الغشه ديال البر اللي كنتي دفعتي في البوسطه، كنتي عارفه راسك ما دايرش فيه الكونترا ديال لابورو،
من الأحسن أنك تديها معك، لأن غادي يطلبوها لك، غادي يقول لك شنو واشنو، وما دابا غادي يشوف الوثائق ديالك، غادي ياخذ البصمات ديالك وتصاور 4 ديال التصاور خصك لازم تديهم، لأنك ما دفعتيهمش في هدف لا بوستا. إذا التصاور الباسبور والتوصيل، في حالة هما غادي يشوفوا قدامك الوثائق اللي انت دفعتي، وفي حالة ما إذا كانت ناقصة لك شي وثيقة غادي يكتبوا لك واحد الورقة وتيقول لك خاصنا هادي وهادي، غادي تجيبهم النهار الفلان الفلاني أو صيفطهم بار ميل أو بار فاكس. إذا انت من الأحسن لو كنتي عارف ناقصك الكونترا ده ديال الخدمة، من الأحسن ديها في يديك، ما فيها باس، دير لها فوتوكوبي، خلي لوريجينال عندك وعطيهم الفوتوكوبي إلا كانت ناقصك. لا يقول لك ناقصك الكونترا، قول له ها يا سيدي 4 ديال التصاور والتوصيل ديال البوسطة والباسبور لازم منه. الله يبارك فيك. إذا أكادير ألفة ممكن اختي، إلا جيت بالكونترا ديال 6 شهور وعدت كونترا أخرى من ناخد بها الورق. خاصك 3 ديال الكونترا، ديال 6 شهور يعني هو العمل.